ازيكم؟ شفنا النهارده لقطه في مباراه اهلي ووادي دجله. اللقطه دي يعني مش عايز اتكلم عن اللقطه نفسها، بس هي بتدفع كده الواحد يعني الكلام، لانه بشوف تعليقات كتير قوي، ناس تقعد تحط خط التسلل في كل حته، وانا شايف ان في لغط عند بعض الناس. الكلام ده مش موجه للناس اللي فاهمه قاعده التسلل بالظبط، او مش فاهمه قاعده التسلل. الناس فاهمه قاعده التسلل، لكن اللي بتنفذ الخط اللي بيطلع عشان يحسب التسلل، او طريقه عمل كمبيوتر يعني عشان خاطر لما يحسب خط التسلل ده بيحصل ازاي. ناس بتعمل خطوط معدوله، ناس بتعمل خطوط معوجه، يقول لك على خط منطقه الجزاء بالظبط، على خط المرمى او هكذا، بيستعين بالخطوط دي. لكن في تكنيك معين بتعمله عشان خاطر تقدر انت تستفيد من الخطوط دي، مش بلوظه كده زي ما بيقولوا يعني. انا هعمل فيديو صغير كده هوريه لكم دلوقتي، تشوفوا ازاي الواحد بيحسب التسلل، يعني الخطوط ازاي تتعمل. اهم حاجه بس بعتذر لكم عن الصوت، ازاي انا كنت بسجله من المايك اللابتوب، فعشان كده لما تشوفوا هيبقى الصوت، بعتذر عن رداءة الصوت شوية، لكن أتصور إن الصوت إن شاء الله يكون واضح ويوصل المعنى المفهوم. يلا بينا. موضوع ازاي تحسب التسلل لازم نعرف حاجة مهمة قوي. الناس كتيرة قوي بشوفها بترسم، يقول لك مثلا عشان الخط ده، اللي هو الخط ده المفروض ان هو بالنسبة لهم خط منطقة الجزاء، فاحنا بنرسم الاوفسايد على زي خط منطقة الجزاء بالظبط، فيرسموا كده او يرسموا مثلا معدول 100%، معدول 100% اهو بالشكل ده. الاوفسايد ما تحسبش بالشكل ده طبعا، انت كده بتلغي حاجة مهمة قوي اسمها المنظور. طب المنظور ده اللي هو ايه عشان تفهم كده دلوقتي؟ هل خط منطقة الجزاء ده وخط الستة ياردة مش المفروض دول خطين متوازيين في الحقيقة؟ بس الواقع بيقول ان قدامك هو اللي انت شايفه ده، اهو ده خط مش موازي خالص للخط اللي قدامك ده، اللي هو الخط ده. ايه المنظور ده بقى؟ المنظور ده بيقول لك لما في حالة في نقطة لا نهائية، الخطين دول هيتقابلوا مع بعض، ويبقى عشان كده ده يثبت ان هما خطين متوازيين. يعني خط منطقة الجزاء وخط السكس يارد وخط المرمى زي اللي انتوا شايفين دول، المفروض خطوط متوازية، لكن زاوية التسلل بتبقى بالشكل ده. يعني الخطوط دي كلها المفروض خطوط متزاوية، الخطوط اللي هي بتكون عند الخطوط اللي هي الوهمية اللي بتكون اللون الفاتح والغامق، اللي هي بتساعد حكم الراية على انه يحسبها او لا. طيب ايه الخط الوحيد المعدول اللي المفروض انت تبقى عارف ان الخط المعدول ده هو الخط المعدول في الحقيقة كمان؟ الخط اللي بالظبط مكان الكاميرا تقريبا. لو قدرنا ان الكاميرا واقفة هنا تقريبا، ده مكانها، يبقى ده خط الكاميرا تقريبا. ده خط الكاميرا اللي هو هنا تقريبا، ده تقريبا خط الكاميرا اللي هو بيكون المفروض ده الوحيد اللي يكون معدول تقريبا. ده الخط ده الخط بقى فين خط التسلل؟ هشيل ده من خط الكاميرا عشان خاطر ما يبانش. طب فين خط التسلل انا المفروض احسبها؟ ما ينفعش ان انا اجي هنا ومعامل كده اشوف لعيب وادي دجله واعمل خط معدول عليه بالظبط بالشكل ده. ما ينفعش اعمل كده طبعا، لان ده زي ما قلت لكم حد هيجي يقول لك ما هو ده خط معدول اهو، فانت تيجي تقول له لا الخط ما بيتحسبش بالشكل ده، انا المفروض احسبه. خلينا نرفع شويه خط ونطلع خط من لاعب وادي دجله بالشكل ده، يقول لك طب ما انت عوج الخط اهو. لا، ما هو العوجه دي هي الصح، ده المنظور، عشان الخط الاصفر ده والخط الاسود ده المفروض ان هما على في الحياه متوازيين، لكن في الصوره دايما في حاجه اسمها منظور، الخطين دول المفروض يتقابلوا في النقطه اللانهائيه اللي كل الخطوط دي اللي هي المفروض متوازيه في الحياه بتتقابل في الخط اللانهائي. طبعا ده كلمه قصه منظور، انا بحاول قدر الامكان ابسطها. بالتالي لما لاعب ده هو يعتبر الخط المظبوط. طب انا بقدرها ازاي؟ تقريبا بتشوف او اخر خطين اللي هما قريبين من بعض، اللي هو الخط اللي في حالتنا دي هيبقى خط المرمى، قصدي خط منطقه الجزاء، والخط ده اللي هو تقريبا الخط الوهمي بتاع اخر خط فاصل ما بين الاخضر الغامق والاخضر الفاتح. تقريبا بتبدا تتحرك بقى على حذاء ده بالشكل ده، تبدا يعني ما يبدا تقريبا النقطه دي كده تبقى كده، بعد كده تبدا تتحرك وهكذا. طبعا احنا اللي نبدا نحرك النقطتين يعني، لكن انا عايز اوريك ان هو انت في النهايه بتبدا تعوجه اكتر شويه، تعوجه اكتر شويه، تعوجه اكتر شويه كده، وبعد كده تعوجه اكتر شويه كده، وبعدين تعوجه اكتر شويه كده عشان تطلع خطوط تبقى في النهاية توصل للخط ده بالشكل ده تقريبا، ويبقى الخط المعدول كمان اللي كنت بكلمكم عنه في الأول، نخليه نرسمه بالأزرق، يبقى هو تقريبا هو في الكاميرا ده الخط الوحيد المعدول اللي في الكاميرا. الباقي ده هو كلهم رغم إن هما في الحقيقة خطوط متوازية، لكن بالمنظور عشان أنت بتتفرج بالشكل ده ما يبقى الخطوط زي بعضها. لو أنت عايز تقول لي طب أنا أشوف الخطوط دي معدولة إزاي ومتوازية لبعضها، لو أنت هتبقى واقف من عند حارس المرمى مثلا او واقف عند اللاعب بتاع الكوره، كل دول بيبقوا شايفين الخطوط دي كلها شبه بعضها. طب احنا في الناحيه دي احنا ايه نشوف ازاي الخطوط متوازيه هنا؟ لو بنعمل خطوط كده بقى بالعرض بالطول ده، الخطوط دي كلها مش محتاجه هنا منظور، تبقى كلها متوازيه
مع بعضها بالظبط ومفيش اي مشكله. عشان كده هي العمليه تبقى يعني من الغرابه ان حد تلاقيه عامل لك خط طولي كده بالشكل ده وعامل لك خط طولي ويقول لك كده خط الاوفسايد. لا ده مش خط الاوفسايد، خط الاوفسايد ما ينفعش يبقى معدول بالشكل ده، بالعكس ده عدلته هو الغلط، لازم يبقى معوج عشان دلاله على ان هو معدول اصلا. يبقى خط التسلل يبقى عالي معلول متسلل بحاجه بسيطه، لكن زي ما قلت في الاول ان هي حاله صعبه جدا الحكم الرايه، ولكن في نفس الوقت دي رساله لكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيقول انه الفار يكسب الاهلي 58 59 بطوله. طبعا تصريح غريب شويه، والفار لغايه دلوقتي خسر الاهلي 3 نقط، نقطتين في ماتش دجله النهارده ونقطه في ماتش الاسماعيلي. بس سيدي هي دي قصه المنظور عشان خاطر بعض الناس بترسم الخطوط التسلل بشكل غلط وخاطئ تماما.